ولك انتم ما بتستحوا على حالكم؟ بتتركوا اختكم وما بتسالوا عليها؟ ونحن شو بيعرفنا شو صاير فيها يا مو؟ خلاص يا مو، طالما هي عم تجي لعندك انت ليش ما بتساليها شو صاير معها؟ وانتم ليش ما عم تعطوها حصتها من الدكان؟ وهدول المصاري اللي عم يطلعوا من الدكان مو لهم حصه فيهم اخواتكم البنات؟ معتز ما شو ما احكي له شوف ما عم يسبق غلة بالدكان يا مو. وشغل الدكان وين عم يروح؟ سألي له يا مو، هو اللي مستلم الغلة. وين المصاري والعصام؟ ما بعرف. عم تاخده كله ما هيك؟ يا مو والله ما عم لحق على بيتي. معلوم ما بدك تلحق لست لطفية يا حبيبي، وانت نازل انت وياها كل يوم على بهنك جوز ولوز وفستق وبندو ولحمة مشوية كل يوم والتاني وحلو اواعي جديدة، منين بدك تلحق لها منين؟ يا مو ما في داعي للحكي، تبوس ايدك. يا عيب الشوم عليك يا ابني يا كبير يلي محملتك مسؤولية اخواتك البنات الحرمان. يا مو كرمال الله بكفي، مشان الله حاجة راسه لعند التاني. شايفه عم ياخذ الغله كلها وزاكت له؟ شو بدك يعني احكي معه؟ اخي الكبير يا مو. واذا اخوك الكبير ولا بتاكلوا حق اخواتك البنات انت وياه؟ شوفوا لا انت وياه من بكره المعلوم كله تبع الدكان بده يكون عندي هون. امرك يا مو امرك، بس بوس ايدك انت، لا تزعلي لا تزعلي مني. ما بدك يعني ازعل؟ واختك اللي راحت بعد صيغتها واشتغلت عند الناس لتستر حالها وبيتها واولادها، لو اعطيتوها حقها ما كانت اشتغلت عند العالم بالتطريز. يا مو حق بوران برقبتي هي، برقبتي هي يا مو. روح روح انت وياه من وشي على شغلكم، روحوا. ما بدكم تشربوا شيء يا عصام؟ شو في يا مو؟ ليش كل هالقد طالع خلقك؟ وانتي قصتك امتى بدها تنحل؟ لساتها مرت عمي بالاردن وما بقى الا 4 ايام للمحكمه ويا خوفي تتاخر. ان شاء الله بتنحل يا مو، ان شاء الله بتنحل. لا حول ولا قوة إلا بالله.